وكلكم طبعا تعرفوا يعني ايه نون يونيفورم فلو. فال نون يونيفورم فلو بيكون في منه جراديولي فاريد فلو وبيكون في منه رابيدلي فاريد فلو. النوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو بيكون رابيدلي فاريد فلو، وزي ما انتم شايفين هنا هو بيكون عندي حاجه بتسبب الهيدروليك جامب ده. الهيدروليك جامب ده بيحصل نتيجه مثلا ان انا يكون عندي وير زي اللي موجود قدامكم ده كده وير اهو، عباره عن حائط، والحائط ده ميه بتعدي فوق منه، فالميه لما بتعدي من فوق الحائط ده بيبقى في نوع من السريان متغير، والسريان ده المفروض ان هو يرجع لوضعه الطبيعي. فاذا كان السريان هنا هو بالعمق الكبير ده والمفروض ان هو يرجع للوضع الطبيعي بتاعه ده، فخلال الحركه من فوق الوير او الوول ده بيحصل هنا في جزء من الفلو دوت اهو هنا بيصغر العمق بتاعه جدا فبيتحول الى سوبر كريتيكال فلو. هو كان في الاساس بتاعه سب كريتيكال فلو، في النزول بتاعه بيتحول الى سوبر كريتيكال فلو وعايز يرجع تاني لوضعه الطبيعي الى السب كريتيكال فلو، فبيحصل اللي هو بنسميها الهيدروليك جامب. زي ما انتم شايفين كده هو الفلو ده بياخد الشكل الدوراني ده، الشكل الدوراني ده بنسميه هيدروليك جامب. يبقى الهيدروليك جامب it is a steady non-uniform phenomena occurs along an open channel when flow is forced to change from supercritical flow to subcritical flow. يعني الهيدروليك جامب هو ظاهرة هيدروليكية هو ظاهرة هيدروليكية لجريان غير مستقر وغير منتظم يحدث في القنوات المكشوفة عندما يتم إجبار السريان على التحول من الجريان فوق الحرج إلى الجريان تحت الحرج. جريان فوق الحرج هنا هو اللي هو أقل الأعماق. الجريان في الصورة ظاهرة دكتور لو سمحت. الصورة ظاهرة عند الناس كلها. الصورة مش ظاهرة يا دكتور. الصورة ظاهرة. في ناس بتقول الصورة مش ظاهرة وهي مش ظاهرة عندي برضه. وعندي مش ظاهرة برضه دكتور. مفيش صورة يا دكتور. الصورة مش ظاهرة يا دكتور. الصورة مش ظاهرة يا دكتور. مفيش صورة خالص يا عارف كده يا دكتور. تمام تمام يا دكتور كده تمام تمام يا دكتور. ممكن تعيد الحته دي تاني بقى؟ النت اديت اليومين النهارده طبعا في يعني تأثر كبير بالظروف الجويه، فمتوقع انه يحصل شويه مشاكل سواء عندكم او عندي، لانه النهارده كان في امطار كتير النهارده واكيد دي هيبقى ليها تاثير سيء على الانترنت. انا بدات النهارده الموضوع اعمل بس تخش وتدوس هو يقبل.
دكتور في ناس بره المحاضره وعايزين حضرتك تقبلهم. عملت ادميت اهو. يعني نحاول ان احنا نخش بدري شويه، انا داخل قبل المحاضره بعشر دقائق عشان ما اقعدش كل شويه بقى اعمل ايه ادميت. ارجو ان احنا دايما نخش بدري شويه عشان اعمل ادميت مرتين او ثلاثه، ما اقعدش بقى كل شويه اعمل ادميت. فالكلام اللي انا قلته بكرره تاني، والمفروض ان انا دلوقتي هعمل ريكورد. الكلام اللي انا قلته انه الهيدروليك جامب هو ظاهره هيدروليكيه بتحدث لما يبقى في تغير في السريان من سوبر كريتيكال الى سب كريتيكال. طيب الجريان هيتحول من سوبر كريتيكال الى سب كريتيكال ازاي؟ هيبقى في سبب لحدوث هذا التغير. زي ما انتم شايفين ان اهوت ان انا عندي هنا في حائط، والحائط ده هيبقى فيه جريان فوق منه. الحائط ده هيبقى فيه جريان فوق منه هيغير من الكاركترستكس بتاعه الفلو. الفلو قبل الحائط دوت هو سب كريتيكال فلو بارتفاع كبير، وعاوز يرجع بعد الحائط ده الى السب كريتيكال الطبيعي بتاعه. فهنا هيبدا في نزول في الفلو باعماق صغيره حتى تتسبب في حدوث سوبر كريتيكال فلو. السوبر كريتيكال فلو ده عشان يرجع الى سب كريتيكال فلو هيكون في هذه الحاله في ما يطلق عليه هيدروليك جامب. الهيدروليك جامب زي ما انتم شايفين ان اهوت الفلو ده بيلف كده اهوت ويعمل زي دوامه كده اهوت وبعدين يكمل في وضعه الطبيعي. اذا ما كانش في حائط ممكن يكون في بوابه. كمان البوابه هنا ممكن تكون سبب في وجود هيدروليك جامب. ليه؟ لانه البوابه بتعمل ارتفاع صغير بيعدي منه الفلو تحت البوابه، فهذا الارتفاع الصغير هو عباره عن سوبر كريتيكال فلو. الارتفاع اللي قبل البوابه سب كريتيكال واللي بعد البوابه سب كريتيكال، يبقى هنا نزول الفلو من تحت البوابه بسوبر كريتيكال، ده سوبر كريتيكال ده عشان يرجع الفلو تاني الى الوضع الطبيعي بتاعه سب كريتيكال. فهيحصل هنا زي ما انتم شايفين الدوامه دي اللي هي برضو بنفس الطريقه، وبعدين ياخد الفلو الطبيعي. يبقى هنا الفلو ده ممكن يحصل بسبب، او الظاهره بتاعه الهيدروليك جامب ممكن تحصل بسبب وجود هضار، او ممكن تحصل بسبب وجود بوابه اللي هي جيت. الاثنين دول بيتسببوا في وجود سوبر كريتيكال فلو، ولكن الاساس في السريان هو السب كريتيكال فلو. عشان يتحول الفلو من سوبر كريتيكال الى سب كريتيكال فبتحصل اللي هي بنقول عليها ظاهره الهيدروليك جامب. ده شكل الكاركترستكس بتاع الفلو في الهيدروليك جامب. اللي احنا بنعمله ريبريزنتيشن هنا اللي هو الجزء اللي فيه السوبر كريتيكال بالعمق الصغير، والجزء اللي فيه السب كريتيكال بالعمق الكبير، وما بينهما اللي هي الدوامه اللي احنا اللي هي دي الدوامه دي هي الهيدروليك جامب. فالدوامه دي بتحصل من السوبر كريتيكال الى السب كريتيكال. ويبقى الشكل اللي موجود قدامنا دوت، في عندنا هنا عمق في البدايه اسمه Y1 ده الانيشيال فلو، وعمق في النهايه اسمه Y2 ده اللي هو الفاينل فلو ديبث او بيسموه السيكوانت ديبث. يبقى الانيشيال ديبث Y1، السيكوانت ديبث الY2. الY1 بيعمل هيدروستاتيك بريشر فورس اسمها P1 دي.
هي الهيدروستاتيك فورس اللي هو التريانجل ده. التريانجل ده هو الهيدروستاتيك بريشر فورس اللي اكتنج على بداية الكنترول فوليوم اللي بعد. يعني انا ممكن ان هو تقول لو انا عندي كنترول فوليوم هنا اللي هو حجم السائل اللي موجود ده ما بين واي واحد واي اتنين، فحيكون في هيدروستاتيك فورس اكتنج على البداية وهيدروستاتيك فورس كمان زيها اكتنج على النهاية. يبقى P1 اللي هي الهيدروستاتيك فورس اللي اكتنج على البداية و P2 الهيدروستاتيك فورس اللي اكتنج على النهاية. الارتفاع ما بين Y1 و Y2 اللي هو الـ HJump ده الارتفاع بتاع الجump. الـ HJ ده اللي هو the height of the hydraulic jump. الـ E1 اللي هي الـ energy at the beginning، والـ E2 هي الـ energy at the end. طبعا نتيجة ان في دوامة هنا هو في losses في الفلو، يبقى اكيد هنا في ايه؟ في فقد في الطاقة اللي هو اسمه ايه؟ HL. HLJ ده الفقد في الطاقة خلال الهيدروليك جامب. يبقى انا عندي هنا المبين قدام منكم ده هو عبارة عن الكاركترستيكس بتاعة الهيدروليك جامب، الخصائص بتاعة الهيدروليك جامب. في عندي Y1 initial depth، Y2 sequent depth، في عندي P1 اللي هو الهيدروستاتيك فورس acting at the beginning، وفي P2 اللي هي الهيدروستاتيك فورس acting at the end، وفي HJ اللي هو the height of the hydraulic jump. E1 هي ال energy at the beginning، E2 is the energy at the end، و HLJ is the hydraulic losses. انا اول باول اهو بعمل admitting. فده الكاركترستيكس اللي هي بتاعت الهيدروليك جامب بالشكل اللي هو يعني نقدر من خلاله ان احنا نحط بها equations ونبدأ نشوف الإيكويشنز دي هتوصلنا إلى إيه عشان نقدر نحل مسائل على الهيدروليك جامب. قفزة الهيدروليكية اللي هي الهيدروليك جامب زي ما انتم شايفين أهو اللي أنا قلت عليه، Y1 initial depth، Y2 sequent depth. Y1 و Y2 بنسميهم Y1 و Y2، الاثنين دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم conjugate depths. conjugate depths اللي هي العمقان المترافقان. وعشان افكركم كان في عمقين قبل كده اسمهم اللي هم الالترنيت depths. الالترنيت depths خدتوهم في الشابتر اللي فات، اللي هم العمقين اللي عندهم نفس الانرجي. انما احنا هنا بنتكلم على عمقين جداد وبعدين في دوشة. ف Y1 Y2 we are call them conjugate depths اللي هما العمقين المترافقين. HJ اللي هو the height of the jump. HLJ the losses of energy through the jump. طيب ايه بقى الايكويشن اللي هي ممكن تكون بتربط بين الكاركترستيكس دي؟ اهم ايكويشن هنا بتربط بين الكاركترستيكس بتاعت الفلو هي المومنتم ايكويشن. المومنتم ايكويشن اللي هي رو تايمز كيو تايمز بتوين براكتس v2 ماينس v1 ايكوال سيجما اللوسز. دي الايكويشن اللي هي ممكن تربط بين
كل الكاركترستكس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. رو كيو تايمز في 2 ماينس في 1 تساوي سيجما اللوسس. هنا عشان نخلي الايكويشن بتاعه المومنتم دي اللي هي معادله كميه الحركه سهله بنحاول ان احنا نبسط سيجما اللوسز سيجما الفورسز. سيجما الفورسز دي بنحاول نعمل لها سمبليفيكيشن. ففي عندنا هنا شويه اسامبشنز عشان نعمل سمبليفيكيشن لسيجما الفورسز دي. الاسامبشن دي تتلخص في ان احنا بنتكلم على هوريزونتال فلور. هوريزونتال فلور معناها ان مفيش كومبوننت على المايل وكومبوننت بيربنديكولار هو كله هوريزونتال. يبقى هنا بنتكلم على هوريزونتال فلور وبالتالي مفيش حاجه اسمها دبليو ساين الفا لانه هنا هتبقى دبليو ساين الفا ايكوال تو زيرو. يبقى في عندنا هنا هوت هوريزونتال يعني ما فيش الفا، الفا ايكوال تو زيرو. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا هنا فريكشن ليس سيرفيس يعني السيرفيس اللي بيتحرك عليه الفلو ما فيش مقاومه تدفق فبيكون هنا السيرفيس ده فريكشن ليس يعني ما فيش ريزيستنس له. ان ذيس كيس هيبقى الفورسز اللي موجوده عندنا هي ما فيش غير البي 1 والبي 2 دول اللي هما الاثنين فورسز اللي موجودين P1 و P2 مفيش غيرهم خلاص. يعني هنا مفيش كومبوننت لانه الهوريزونتال فلور ومفيش فريكشن يعني معناها ان مفيش اي فورس في اتجاه معاكس للحركة. يبقى كل الفورسز اللي موجودة تتلخص في الهيدروستاتيك فورس اللي اكتنج على الشمال ولا هيدروستاتيك فورس اللي اكتنج على اليمين. وبالتالي يبقى احنا عندنا معادله المومنتم هنا اهوت عملنا سمبليفيكيشن لها بانه الفورسز اللي موجوده هي P1 كابيتال ماينس P2 كابيتال. وطبعا الليفت سايد ده واضح رو اللي هي الدنسيتي بتاعت الفلو، الكيو اللي هي الباسنج ديستشارج، ال V2 اللي هي ال velocity at the exit وال V1 the velocity at the entrance. في الريفرنس بتبسط الايكويشن دي وتخليها في الفورم دي. دي اول فورم ممكن نحفظها للمومنتم ايكويشن اللي هي P1 plus rho Q V1 equal P2 plus rho q v2. كل اللي احنا عملناه هنا ان احنا خدنا كل الحاجات اللي هي related لل1 مع بعض والحاجات اللي هي related لل2 مع بعض. فال p1 plus rho q v1 equal p2 plus rho q v2. دي ممكن نقول ان هي الجنرال فورم بتاعت المومنتم ايكويشن وممكن تكون دي كمان هي نفس الشيء. الشكل ده هيختلف ايه عن الشكل اللي فوق؟ البي هي احنا شلنا الرو في كيو في الفي حطناها ام يعني مومنت فبقت البي 1 ايكوال للام 1 البي 1 بلس الام 1 ايكوال للبي 2 بلس الام 2. This is the general form of the momentum equation. المفروض ان احنا لو عندنا بقى اي unknown هنقدر نحسبه من هذه الايكويشن. يعني مثلا الواي 1 لو هي given الواي 2 هحسبها من الايكويشن دي. طيب الواي 2 هي اللي given والواي 1 هي اللي unknown احسبها من الايكويشن دي. طب لو عندي الواي 1 والواي 2 وعايز احسب الفيلوسيتي احسبها برضو من هذه الايكويشن. هذه الايكويشن هي المومنتم ايكويشن. وما ننساش ان احنا في عندنا كونتينيوتي ايكويشن موست اوف ذا تايم اكزيست. عندنا معادله الكونتينيوتي ايكويشن موجوده كمان طول الوقت.
نقدر برضو ناخدها مع الإكويشن دي. طيب الحاجة اللي هي اللي واضحة قدامكو الرو في كيو في الفي 1 أو الرو في كيو في الفي 2. طيب إزاي أحسب البي 1 وإزاي أحسب البي 2؟ طبعا هنا هنرجع للفاندمنتال اللي احنا تعلمناها في الهيدروليكس. لما باجي اجيب البي 1 معناها ان انا عايز اجيب الهيدروستاتيك فورس بتاعت الكروس سيكشن ده، ده الجنرال كروس سيكشن، الجنرال كروس سيكشن اللي هو ترابيزويد سيكشن. لو انا عايز اجيب الهيدروستاتيك فورس بتاعته فطبعا بنرجع للرول اللي احنا استخدمناها قبل كده، انه الهيدروستاتيك فورس هي عباره عن الاريا بتاعت الترابيزويد تايمز المسافه اللي ميجرد من الفري سيرفيس لغايه السنتر بتاع الشكل. يبقى دلوقتي احنا هنا قدام معادله المومنتم ايكويشن اللي هي فيها كل الكاركترستكس بتاعت الفلو، بالإضافة طبعاً لمعادلة الكونتينيوتي. الاثنين دول ممكن أشتغل بيهم. طب حد يقول لي طب وهي معادلة الانرجي كمان ما أشتغلش بيها؟ معادلة الانرجي فيها مشكلة. ليه؟ لأن إحنا عندنا الانرجي هنا بتاعت 1 equal الانرجي بتاعت 2 plus head loss، فأنا ما عنديش حاجة عن الهيد لوس. لو عندي حاجة عن الهيد لوس اقدر استخدم معادله الانرجي. فتيك كير وانت بتتعامل مع مسائل الهيدروليك جامب. معادله الانرجي هنا مشكلتها ان انا في عندي لوسز كانوت بي نيجلكتد. قبل كده كان سهل جدا ان انت تعمل نيجلكتنج للهيد لوس، لكن هنا يو كانوت نيجلكت الهيد لوس بتوين 1 و 2. فعشان كده معادله الانرجي هنا فيها مشكلة، لأن أنا ما عنديش حساب للهيد لوس بتوين 1 و 2. وبالتالي يبقى المعادلة المهمة هنا عندنا هي معادلة المومنتم ومعاها معادلة الكونتينيوتي. معادلة المومنتم اتلخصت في الشكل ده لأي كروس سيكشن. بنبدأ نتكلم دلوقتي على الجنرال كروس سيكشن، اطبق عليه الايكويشن دي ازاي. قلنا الجنرال كروس سيكشن هنا اللي هو ترابيزويد سيكشن. طب لو انا عايز اجيب البي بتاعه الكروس سيكشن ده، البي بتاعه الكروس سيكشن ده هي عباره عن مساحه الترابيزويد في الديستانس اللي ميجرد من الفري سيرفيس لغايه السنتر. يعني باخد نقطه على السنتر بتاع الترابيزويد واقيس المسافه الميجرد من الفري سيرفيس لغايه السنتر ده اسمها واي بار. يبقى الاريا بتاعت الترابيزويد تايمز الواي بار او الواي داش دي بتديني الهيدروستاتيك فورس. عشان انا ما عنديش حاجة محفوظة بالنسبة للسنتر بتاع الترابيزويد، فبضطر اقسم الترابيزويد ده الى ايه؟ بضطر ان انا اقسمه الى ريكتانجل و تو تريانجلز. فباخد الخط اللي هو الرأسي هنا والخط الرأسي هنا، يبقى اللي في النص ده ريكتانجل سيكشن واللي على الأطراف دول ايه؟ تريانجل سيكشنز. ليه بعمل الكلام ده؟ لأن أنا ما عنديش النقطة دي في الترابيزويد مش حافظها، اللي هي السنتر بتاع الترابيزويد. يا شكرا اعمل ميوت لو سمحت من عندك. فيبقى دلوقتي اللي انا بتكلم فيه هو ازاي احسب البي كابيتال، البي كابيتال اللي هي جاما في واي بار في الاريا، وانا مش عارف الواي بار دي بالنسبه للترابيزويد، فبضطر اقسمها الى مستطيل ومثلثين. بالنسبه للمستطيل، المستطيل هنا هو البي في الواي، ولو انا بتكلم عن واحد
يبقى بي واي واحد دي الاريا تايمز الواي واحد على اثنين اللي هو السنتر بتاع الريكتانجل ميجرد من الفري سيرفس. يبقى الواي بار اي 1 بتساوي مساحة المستطيل في نص الارتفاع زائد نص مساحة مثلثين في واي على ثلاثة اللي هي السنتر بتاع المثلث لانه هو بيبقى في الثلث الفوقاني. الطريقة دي كده يعني دي طريقة حساب الواي بار في الاريا بتاعة الترابيزويد. قسمناها الى مستطيل ومثلثين وزي ما انتم شايفين بجيب مساحة المستطيل واضربها في بعد السنتر من الفري سيرفس ومساحة المثلثين في بعد المسافة من الفري سيرفس اللي هي التول. المستطيل بيبقى في المسافة دي في النص والمثلث بيبقى في التلت الفوق. وطبعا الام غنية عن التعريف. الام هنا هي عبارة عن رو في الكيو في الدي. وطبعا عشان انتوا يعني دايما بتتلخبطوا في الرو فبنخلي الرو دي هي عبارة عن جاما على جي. يبقى الام هنا جاما على جي في الكيو في الدي. لو انا بتكلم على 1 يبقى جاما على جي كيو في 1. لو بتكلم على 2 يبقى جاما على جي كيو تايمز في 2. يبقى كده دلوقتي بهذه الايكويشن اقدر ان انا اتعامل مع جنرال كروس سكشن. زي ما اتفقنا ده كده جنرال كروس سكشن او جنرال ايكويشن فور اني كروس سكشن. لو كان الكروس سيكشن ده ريكتانجل الموضوع بيبقى اسهل. الموضوع بيبقى اسهل ليه؟ الموضوع بيبقى اسهل لانه بيكون عندي الريكتانجل هو اللي موجود. فالريكتانجل على طول الاريا بتاعته معروفة والسنتر بتاع الاريا معروف اللي هو في النص. فبالتالي الإيكويشن اللي هي P1 plus M1 تساوي P2 plus M2 بتكون سهلة في التطبيق شوية. ليه؟ لأن الP هنا شوف الP هي الP هنا على طول هو مستطيل على طول. يبقى P في Y1 times Y1 على 2. طبعا الجامعة موجودة لان احنا بنحسب هيدروستاتيك فورس. طب ال P2 او الاريا بي واي 2 تايمز الواي 2 على 2 والجاما برضو موجود. يبقى الايكويشن دي لو احنا عايزين نخليها في الفورم بتاعت الايكويشن بتاعت المومنتم، لو انا عايز اخليها في الفورم بتاعت الريكتانجل سيكشن ببدا بقى اعمل سبستيتيوت بالايه بالشكل بتاع الريكتانجل. فببص الاقي هنا الامور بتبقى فيها سمبليفيكيشن شويه. وكمان هنا برضو من الحاجات المهمه هنا لما نيجي نتكلم عن الريكتانجل سيكشن، الريكتانجل سيكشن فيه ادفانتج مهمه. الادفانتج دي الادفانتج بتاعه الريكتانجل انه في حاجه اسمها سمول كيو. سمول كيو سمول كيو دي اللي هي ايه؟ سمول كيو دي اللي هي عباره عن كابيتال كيو على البي. او لو انا بقول رو في كابيتال كيو في البي، طيب رو شلناها وحطينا جامع على جي. الكابيتال كيو ممكن اخدها سمول كيو تايمز بي. يبقى انا هنا بتكلم على ريكتانجل. طالما بتكلم على ريكتانجل ممكن يبقى في عندي حاجه اسمها سمول كيو. ايه معنى السمول كيو ده؟ المعنى بتاع السمول كيو هو اليونت ديس تشارج.
اليونت ديستشارج ده ما بيتقالش الا بس في حاله الريكتانجل سيكشن. يونت ديستشارج سمول كيو يونت ديستشارج. فانا لو خدت اليونت ديستشارج تايمز البي يبقى كاني انا بتكلم على التوتال ديستشارج. طيب وفي نفس الوقت الفي هنا الفي هنا هي عباره عن كيو على الاريا، فالكيو هي عباره عن سمول كيو تايمز بي، والاريا هي عباره عن بي تايمز واي. يبقى لو شلت البي على مع البي يفضل كيو على الواي. يعني معنى كده هنا ان في الريكتانجل سيكشن ممكن اشيل الفي واحطها سمول كيو على واي. لو انت بصيت للفورمة دي او الفورمة دي الاثنين هما عبارة عن مومنتم فور ريكتانجل سيكشن. طب دكتور معلش، هو في الريكتانجلر سيكشن ليه بقى اشيل الكيو كابيتال واحولها لكيو سمول، ما سيبها زي ما هي؟ ما ممكن تسيبها زي ما هي، انت ما عندكش اي مشكله. احنا دلوقتي هنطلع ايكويشنز موجوده في الليتريتشر ريفيو او موجوده في المراجع المختلفه، الايكويشن دي بتعمل لي سمبليفيكيشن في حاله وجود السمول كيو. لكن انت مش ضروري، لو انت مش هتستخدم المعادلات اللي انا هقول عليها دلوقتي مش مشكله، لان انت عندك الايكويشن في الجنرال فورم بتاعتها. تمام، الايكويشن في الجنرال فورم اهي وانا عرفتها لك خلاص. تمام. عايز بقى تستخدم الفورم بتاعت الريكتانجل سيكشن يو ار ويلكم، مش عايز تستخدمها انت حر. بس برضو خد بالك انه الايكويشن اللي احنا هنعمل لها دلوقتي استنتاج هي مفروض هتكون سمبليفايد جدا، لكن مش هتقدر تستخدمها الا في حاله الريكتانجل. تمام ماشي. يعني انا برحب باي اسئله وانا بتكلم، اللي فيه عنده اي مشكله لغايه دلوقتي ممكن ننتظر دقيقتين، لو في اي حد عنده اي استفسار نجاوب عليه قبل ما نكمل. اي استفسار يا شباب؟ يا شباب يعني انا لو عملت لكم اميوت محدش طيب هكمل انا دلوقتي. زي ما قلت لكم انه الشكل ده من الايكويشن من المومنتم هو خاص فقط بالريكتانجل سيكشن، ما ينفعش اقول سمول كيو الا في حاله ريكتانجل سيكشن. فاذا في حاله الريكتانجل سيكشن الكابيتال كيو هي عباره عن سمول كيو تايمز بي، وفي حاله الريكتانجل سيكشن الفي هي عباره عن سمول كيو على الواي. الفي هي عباره عن سمول كيو على الواي. لو انت خدت الكلام اللي انا عملته دوت وعملت سبستيتيوت في الايكويشن، شوف اللي احنا عملناه هنا ده وبعدين ده، لو خدت الاثنين دول وعوضت بيهم في الايكويشن دي هيبقى عندك الفورم دي. يبقى الفورم اللي انا عملت لها برواز دلوقتي هي اكشولي هي مومنتم ايكويشن بس في السمبليفايد فورم بتاع الريكتانجل سيكشن. ليه سمبليفايد فورم بتاع الريكتانجل سيكشن؟ لان انا شلت الكابيتال كيو حطيتها سمول كيو تايمز بي، وشلت الفي حطيتها سمول كيو ديفايدد باي ذا ووتر ديف. فاللي هيحصل دلوقتي ان احنا هنعمل مور سمبليفيكيشن ونحاول ان احنا نخلي الوايات كلها ان سايد ونخلي السمول كيو ان وان سايد. فالكلام ده هيبقى يعني بيخلينا احنا نوصل لسمبليفايد فورم اكتر. يعني شوف هنا هو زي ما انتم شايفين انا عمل شويه الاختصارات وخلى السمول كيو ان
زي ما انتم شايفين هنا هو كومن وخد بتوين براكتس هنا واحد على واي ماينس واحد على واي واحد على واي 1 ماينس واحد على واي 2 والليفت الرايت سايد نص بتوين براكتس واي 2 سكوير ماينس واي 1 سكوير. هتلاقي هنا السمبليفيكيشن هنا هتوصل لهذه المرحله. شوف السمبليفيكيشن هنا وصلت لهذه المرحله ليه؟ عمليه التبسيط وصلتنا الى هذه الايكويشن. طب هل هذه الايكويشن لها فيزيكال مينينج؟ اه الايكويشن دي لها فيري امبورتنت فيزيكال مينينج. ايه هي الفيزيكال مينينج هنا؟ ان انت عندك دلوقتي ايكويشن بتعمل ريليشن بتوين الباسنج ديستشارج مع الواي 1 والواي 2. يعني انا من خلال الايكويشن دي لو عندي هيدروليك جامب والهيدروليك جامب ده معروف الواي 1 والواي 2 يو كان تاني لو عندك هيدروليك جامب وانت تاكدت ان الهيدروليك جامب ده فعلا موجود لان فيه سوبر كريتيكال فلو بواي 1 وسب كريتيكال فلو بواي 2 تقدر ان انت تعمل استيميشن للباسنج ديستشارج. بس الباسنج ديستشارج هنا اسمه ايه؟ اسمه اللي هو اليونت ديستشارج. يعني هذه الايكويشن تقدر تدي لك اليونت ديستشارج as a function of y1 وy2. زميلك اللي كان لسه بيقول لي طب انا مش محتاج ان انا استخدم سمول كيو، هقول له عادي مش عايز تستخدم سمول كيو مش ضروري. السمبليفيكيشن اللي احنا عملناها دي هي مفيده في حل المسائل ومفيده في فهم انه الباسنج ديستشارج هنا هو as a unit discharge ازاي نربطه مع الواي 1 والواي 2. كمان هنا ممكن الايكويشن دي تعمل لك استيميشن للواي 1 او الواي 2. يعني افرض ان انا اعطيتك الباسنج ديستشارج واعطيتك واي واحده من الاثنين تقدر تحسب الواي الثاني. لو انا اعطيتك الباسنج ديستشارج وواي واحد تقدر تستخدم هذه الايكويشن تو استيميت واي 2. طيب لو انا اعطيتك الواي 2 والباسنج ديستشارج اللي هو اليونت، كل كلامي على اليونت ديستشارج، لو كان الجيفن هو التوتال ديستشارج يبقى قبل ما استخدم الايكويشن دي اجيب السمول كيو اللي هو الكابيتال كيو على البي. فيبقى اهي دهوت الايكويشن دي فيها ادفانتج كويسه ان هي بتربط ما بين اليونت ديستشارج والواي 1 والواي 2. في مور سمبليفيكيشن كمان بتتعمل. المور سمبليفيكيشن هنا بندخل الواي كريتيكال. الواي كريتيكال انتوا عرفتوا قبل كده ان هي في حاله الريكتانجل بتساوي السمول كيو سكوير اوفر جي والكل ده باور 1 على 3. باور 1 على 3 دي الايكويشن بتاعت الواي كريتيكال. امتى بستخدم الايكويشن دي؟ الايكويشن دي ما اقدرش استخدمها الا في حاله الريكتانجل سيكشن. في حاله الجنرال سيكشن كان عندنا في رول بيقول كيو سكوير اوفر جي بتساوي اي كيوب اوفر تي. يبقى هذه الايكويشن الواي كريتيكال ايكوال سمول كيو سكوير اوفر جي الكل باور 1 على 3. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا اهوت السمول كيو موجوده في الايكويشن دي والسمول كيو موجوده في هذه الايكويشن ودي عرفناها قبل كده. طيب ازاي نخلي الاثنين دول او نحل الاثنين دول مع بعض؟
او ببساطه شديده لو انا عايز اشيل السمول كيو واحطها as a function of y. فممكن ان انا اخلي الايكويشن دي as a function of y critical. الy critical هنا ممكن تبقى موجودة وتعمل relation ما بين الy1 والy2. يبقى اذا هذه الايكويشن بتدي لك الباسنج ديسشارج as a function of y1 y2, و this equation تدي لك ال y critical as a function of y1 و y2. فال equations دي كلها مفروض ان انت تقدر توصل لها, مفروض ان انت تقدر توصل لها, يعني مش مطلوب ان هي تحفظ, لكن انت في المسائل بتاعت الشيت مع تكرار الحل هتبص تلاقي نفسك حفظت بعض من هذه المعادلات. طيب ايه الاكتر من كده؟ الاكتر من كده بقى لو انا ما عنديش الباسنج ديسشارج, لو انا ما عنديش الباسنج ديسشارج وعايز احسب الواي 1 والواي 2, في كمان ايكويشن هنا مش هخش في الديتيلز بقى بتاعت الكلام ده, لكن عايزك تبص على الايكويشن دي. الإيكويشن دي هي عبارة عن relation between ال y2 وال y1, وهنا لازم واحدة منهم تكون معروفة, وعلى سبيل المثال ال y1 لو given الفراود نمبر بتاعها, طبعا كلكم عارفين يعني ايه فراود نمبر. فراود نمبر اللي هو فراود نمبر سكوير اللي هو v على g في y, يعني ده فراود نمبر سكوير. فراود نمبر سكوير اللي هو ال v على g في y, وطبعا برضو هنا فراود نمبر بيكون اللي تحت ده y امتى؟ برضو في حالة ريكتانجل سيكشن فقط. فيبقى هذه الايكويشن نقدر نستخدمها عشان نعمل استيميشن للواي 2. في هذه الحالة بتكون الواي 1 given والفراود نمبر 1 given ويو كان استيميت واي 2. طب لو كان العكس, لو كان العكس الواي 2 هي اللي given واقدر احسب الفراود نمبر بتاعتها اف ان 2, يو كان استيميت واي 1. مش عايز تستخدم الاثنين دول, ممكن تستخدم معادلة الباسنج ديسشارج زي ما اتفقنا. هي كلها معادلات موجودة في المراجع, واحنا بنحاول ان احنا نفهم المعادلات دي جات ازاي. ممكن تستخدم هذه المعادلات وممكن ترجع للمعادلة الأصلية لو انت مش عايز تستخدم هذه المعادلات. يبقى احنا كده دلوقتي عندنا المعادلات اللي احنا دلوقتي اتكلمنا عليها, المومنتم ايكويشن عملنا لها سمبليفيكيشن في حاله الريكتانجل, يعني زي دلوقتي كده دلوقتي معادله ال دي كده معادله المومنتم ايكويشن ان جنرال, ودي كده معادله المومنتم ايكويشن برضو ان جنرال, بس عملنا لها فصل. واللي احنا ممكن نعمله بعد كده ان احنا نقول الايكويشن دي في حاله الريكتانجل سكشن ممكن ان انت تستخدمها, وممكن تستخدم احد المعادلات دي
لو كان عندك ادي المعادلات اللي احنا اتكلمنا فيها لغايه دلوقتي. في حد عنده اي استفسار؟ دكتور، هي المعادله اللي هي بتاعت الواي 2 على واي 1 دي ينفع استخدمها في الدرس بتاع السبيسيفيك انرجي ولا في الهيدروليك جامب بس؟ لا، في الهيدروليك جامب بس. يعني لو تاخدوا بالكم دلوقتي احنا كان الشابتر دوت كله عن الهيدروليك جامب، فما ينفعش ان انت تتكلم على واي 1 وواي 2 بتوع حاجه ثانيه غير الهيدروليك جامب. يبقى كل الكلام دلوقتي على ان في هيدروليك جامب. شوف اهو كل الكلام اللي احنا عملناه على ده، يعني دي دلوقتي هي المحور بتاع المحاضره بتاعتنا كلها النهارده، ان انا عندي ظاهره هيدروليكيه حصلت وبطبق عليها المعادلات المتاحه. المعادلات المتاحه معادله الكونتينيوتي لا يعني محدش يقدر يقول فيها اي حاجه، انه الكونتينيوتي معناها ان الديستشارج عند واحد تساوي الديستشارج عند اثنين، يعني ال في 1 تايمز الاريا 1 بتساوي ال في 2 تايمز الاريا 2. المعادله الثانيه معادله المومنتوم اللي هي P1 plus M1 يساوي P2 plus M2. المعادلة الثالثة هي المعادلة الانرجي، مشكلتها ان الـ E1 بتساوي الـ E2 plus HLJ. الـ HLJ ما عنديش اي حاجة اقدر اعمل لها استيميشن، وبالتالي هأخر حل او هأخر وجود معادلة الانرجي لانه ما عنديش استيميشن للهيدروليك لوسز. انما لو عندك اي استيميشن للهيدروليك لوسز تقدر تستخدم هذه المعادله. فانا لخصت لك دلوقتي الكلام في المعادلات دي. الصوره واضحه بالنسبه للبنت براش اللي انا عامله؟ تمام. انا دلوقتي بحاول ان انا يعني اقول لك المعادلات اللي انا استخدمتها لغايه دلوقتي او ايه هي الملخص بتاعها. تقدر ان انت تستخدم واحدة من المعادلات دي، you are welcome. لكن انت عندك الاساس اهو، انت عندك الاساس، يعني البداية اللي هي ممكن تخليك ان انت تحل او توجد اي علاقة اخرى من خلال المعادلة الاساسية. السيمبليفيكيشن اللي احنا عملناهم هنا، يعني دول كده لازم احط جنب منهم ايه؟ ها، لو انا عايز احط دول كده في برواز، شوف خلي بالكم من الكلام ده، احط البيبي القطاع مستطيل اهو كده، برافو عليك. يبقى ده only rectangular section، only for rectangle section. لو استخدمت المعادلات دي في حاجه غير الريكتانجل سيستم يبقى انت مش فاهم. معلش يعني في الكلام دول كده في الريكتانجل سيكشن. طب لو في الريكتانجل سيكشن هروح فين؟ اهو تعمل ميوت من عندك لو سمحت، يعني انا عايز ادي لك فرصه عشان في اي وقت ان انت تتكلم او تسال. هتعمل لي دوشه دكتور؟ ايه المعادلات دي حفظ؟ المعادلات دي بتستخدمها في المسائل.
مع الوقت انت هتحاول يعني بقدر الامكان هتحفظ مثلا على الاقل معادله زي دي، يعني دي معادله لازم تتحفظ. بالنسبه للامتحان يعني بقدر الامكان احنا بندي معادلات في الامتحان، بس لازم انت مع الوقت تحفظ، لانه يعني انا عايز اقول لك انه المعادله الاساسيه موجوده عندك فممكن تستخدمها. يبقى احنا دلوقتي لو سمحتوا يا شباب كل واحد يعمل ميوت للمعنى. طيب دلوقتي انا عايز يعني نحاول نفهم في كيرف قبل كده انتوا كنتوا استخدمتوه اللي هو السبيسيفيك انرجي كيرف، ده اللي هو ايه سبيسيفيك انرجي كيرف. السبيسيفيك انرجي كيرف ده السبيسيفيك انرجي كيرف كان في ادفانتج ان انت عندك عند اي السبيسيفيك انرجي كيرف اللي هو ده اللي هو السبيسيفيك انرجي كيرف. السبيسيفيك انرجي كيرف ده كنت ما اقدر من خلاله ان انا عند اي فاليو للاي اطلع الواي 1 والواي 2. طيب هو دلوقتي السؤال، هي الواي 1 بتاعت الهيدروليك جامب دي، يعني ده الهيدروليك جامب اهو، اهو الهيدروليك جامب، هو الهيدروليك جامب دوت مش له واي 1 وله واي 2؟ هل الواي 1 والواي 2 دول هيجوا على خط راسي واحد بالنسبه للسبيسيفيك انرجي؟ طبعا اللي بيفكر في هذا السؤال لازم يفهم انه الواي 1 والواي 2 بتوع الهيدروليك جامب مش ممكن نسميهم alternate depths. يبقى هنا انا بتكلم في حته مهمه جدا، ان الواي 1 والواي 2 بتوع الهيدروليك جامب هل ينفع نسميهم alternate depths؟ لا. حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ واي 1 بتاعت واي 1 وواي 2 بتوع الهيدروليك جامب هل ينفع نسميهم alternate depths؟ هيبقوا conjugate depths. هما ما ينفعش نسميهم alternate depths. ليه؟ لان انا لو حطيتهم على خط واحد راسي مش هيدوني نفس الانرجي. ليه؟ لان احنا عندنا في فقد في الطاقه اهو، ده فقد في الطاقه اهو، الفقد في الطاقه ده هيخلي ايه؟ هيخلي الواي واحد تدينا انرجي اي 1 والواي 2 هتدينا اي 2. يبقى الواي 1 بتدينا اي 1 والواي 2 بتدينا اي 2، الفرق ما بينهم مش بيساوي زيرو، الفرق ما بينهم بيساوي فاليو معينه. يبقى اذا الواي 1 والواي 2 بتوع الهيدروليك جامب مش ممكن نسميهم alternate depths، لكن هنا بنسميهم ايه؟ conjugate depths. طب ايه المفهوم بتاع الconjugate depths بقى؟ ايه اللي الحاجه اللي هي الكومن بين الواي 1 والواي 2؟ الحاجه الكومن بين الواي 1 والواي 2 هي مش الانرجي، هي حاجه اسمها سبيسيفيك فورس. الحاجه دي اسمها ايه؟ سبيسيفيك فورس. ليه؟ لان احنا قلنا البي بلس الام عند 1 بتساوي البي بلس الام عند 2، فاذا الحاجه الكومن بين الاثنين
ان هما الاثنين بيدوني حاجه اسمها specific force. السبيسيفيك فورس دي هي مجموع الاثنين، يبقى الاف بتساوي بي زائد ام. بي زائد ام مثلا فور ريكتانجل سيكشن، البي هي نص جاما بي واي سكوير بلس جاما على جي بي كيو سكوير اوفر واي. طيب دي هنا، دي هنا موجوده عند البدايه وهي كمان موجوده عند النهايه. يعني انا بحط واحد عند البدايه وحط اثنين عند النهايه، يعني الفاليو دي فيها واي. فلو انا حطيت واي 1 هنا واي 1 هنا يبقى انا بتكلم على سبيسيفيك فورس عند البدايه. لو شلت الواي وحطيتها واي 2 هنا واي 2 هنا اهوت يبقى انا بتكلم على سبيسيفيك فورس عند النهايه. فاذا السبيسيفيك فورس دي لو انا حاولت ارسم ريليشن بين الواي والكيو هبص الاقي الكيرف ده هيبقى شبه السبيسيفيك انرجي. الكيرف ده هيكون مشابه للسبيسيفيك انرجي، كيرف بالشكل ده وبيرجع تاني. وهنا الهوريزونتال اكس بتاعنا اسمه اف والفيرتيكال اسمه واي. يبقى الحاجه اللي هي الكومن بين الاثنين ان انا لو خدت اي خط راسي كده الخط الراسي ده هيديني انترسكشن تحت اسمه واي 1 وانترسكشن فوق اسمه واي 2. الواي 1 والواي 2 اللي بنسميهم ايه؟ بنسميهم كونجيجيت ديفرنس. وامتى الواي 1 والواي 2 دول يكونوا لهم نفس الفاليو بتاع السبيسيفيك فورس؟ بس في حاله الهيدروليك جامب. يعني معنى الكلام ده انه السبيسيفيك specific force هي relation between force والواي عند البداية وعند النهاية. وهنا احنا بنحاول نفهم يعني ايه الفرق ما بين alternate depths و يعني هنا ده الشكل اللي موجود ده دلوقتي على الشمال ده specific energy وعلى اليمين specific force. ال y1 وال y2 مع ال specific force بتديني نفس ال value وال y2 مع ال y1 بتدينا difference in energy وال difference ده اللي هو ال head loss. يبقى أنا هنا هوت لو خدت خط رأسي كده ادي الواي 1 وادي الواي 2، ادي الواي 1 وادي الواي 2. طب لو خدت الواي 1 والواي 2 دول ووديتهم على السبيسيفيك انرجي، الواي 1 هنا هتجي لي في خط يقطع السبيسيفيك انرجي هنا في فاليو اسمها اي 1 والواي 2 هتروح تقطع السبيسيفيك انرجي في نقطه تديني الواي 2. لو خدت الخط الراسي بتاع التقاطع يبقى هنا انا بجيب الفرق ما بين اي 1 واي 2 وهو ده اللي هو بنسميه الهيد لوس. عشان كده احنا بنقول انه في حاله الهيدروليك جامب اتس ديفيكالت تو استيميت او اتس ديفيكالت تو يوز ذا انرجي ايكويشن. من الصعب ان احنا نستخدم الانرجي ايكويشن الا لو كان عندنا طريقه لحساب الهيد لوس اللي هو الديفرنس بتوين اي 1 واي 2. طيب زي ما كان عندنا هنا في مينيمم انرجي في حاله السبيسيفيك انرجي كيرف كان في عندنا مينيمم، فاكرين اهو ده كده المينيمم انرجي. طيب في حاجه شبهه اسمها مينيمم فورس للكيرف بتاع السبيسيفيك فورس. الكيرف بتاع السبيسيفيك فورس هنا اهوت بيدينا مينيمم عند فاليو هنا اهو، الفاليو دي هي واي كريتيكال. دي بقى الحاجه اللي هي الكومن بين الاثنين، الواي كريتيكال هي بتيجي عند المينيمم فورس او عند المينيمم سبيسيفيك فورس وهي دي نفسها الواي كريتيكال عند المينيمم انرجي. مهم جدا اللي هو ازاي نفهم
الالترنيت ديبثز والكونجكت ديبثز، وازاي نرسم الريليشن بتوين سبيسيفيك فورس والسبيسيفيك انرجي. في اي اسئله؟ في اي اسئله يا شباب؟ الو، حد عنده اي استفسار؟ دكتور لو سمحت اتفضلي. هو احنا ازاي عرفنا يعني ان عند واي واحد وواي اتنين هيدونا نفس الفرص؟ ما احنا هنا مش احنا دلوقتي الايكويشن دي من الدرجة كام؟ اني واحدة معلش. حاضر، الايكويشن دي الدرجة بتاعتها كام؟ المفروض التانية. لا دي ثيرد ديجري. دي ثيرد ديجري، صح؟ لأن هنا في واي سكوير وفي هنا ديفايدد باي واي. أيوه تمام. لو ضربت الإيكويشن كلها في واي هيبقى الإيكويشن دي من الدرجة الثالثة. من الدرجة الثالثة يعني ليها كام حل؟ ثلاثة. في واحد منهم ليس له physical meaning عندنا، ممكن يطلع negative، ممكن يطلع value ليس لها معنى طبيعي. طب ايه الاثنين values التانيين بقى اللي لهم معنى طبيعي؟ الاثنين values اللي لهم معنى طبيعي هنا y1 دي وy2 دي. ايه رأيك في الاجابة دي؟ تمام. يبقى إذن specific force بيطلع الكيرف بتاعها زي ما انتم شايفين كده، هو الكيرف ده بيلف اهو ويرجع تاني. فعند اي خط راسي لازم هيدينا اتنين فاليو، وهو ده بيكون الحل بتاع هذه الايكويشن. زي ما عملنا فين الباشمهندسه اللي كانت بتسال السؤال الحلو ده، الكلام دوت احنا عملناه قبل كده في السبيسيفيك ايه انرجي، صح ولا لا؟ ايوه. لما كنا بنحل معادله الانرجي وكان بيطلع لها قيمتين، كانت قيمه منهم بتديني سوبر كريتيكال والقيمه الثانيه بتدينا سب كريتيكال، وقلنا ان الحل بتاع الايكويشن هنا فعلا بيدينا قيمتين، بس في قيمة ثالثة ما كناش بندور عليها برضو اللي هي قيمة ليست لها physical meaning، يعني هي قيمة رياضية موجودة ولكن ليس لها معنى طبيعي، ليست لها engineering sense بالنسبة للبروبلم بتاعتها. وهنا ده هنا استنتاج رياضي بيبين لي ازاي ان انا بخلي الاف دي مينيمم واوصل في الاخر من خلال الاستنتاج الرياضي ده ان الواي دي واي كريتيك. الاستنتاج الرياضي ده بيخليني ان انا اخد الاف واعمل لها ديريفيتيف بالنسبه للواي واساوي بالزيرو واطلع ايكويشن، بيطلع الايكويشن دي بتديني عند المينيمم سبيسيفيك فورس واي كريتيك. يبقى اذا لازم ان احنا نبقى فاهمين انه الاسبيسيفيك فورس لها مينيمم فاليو، المينيمم فاليو دي اوكيرز ات واي كريتيكال، زيها بالظبط لما كان عندنا سبيسيفيك انرجي كانت مينيمم عند الواي كريتيكال. اي سؤال؟ طبعا الواي كريتيكال
اهي. في اي سؤال؟ طيب لو انا دلوقتي مطلوب مني بقى ان انا احسب الانرجي لوس، خلاص بقى عندي معلومات كامله عن الهيدروليك جامب، عندي معلومات كامله عن الهيدروليك جامب، نقدر ان احنا نعمل استيميشن لللوسز. اللوسز هنا ببساطه شديده اللي هو الهيد لوس. الهيد لوس هي عباره عن ايه؟ عباره عن الديفرنس في الانرجي. ما انت عندك الواي واحد وعندك الواي اتنين، الانرجي عند واحد اللي هي y1 plus v1 square over 2z، والانرجي عند 2 y2 plus v2 square over 2z. خلاص هات الفرق ما بينهم، هات الفرق ما بينهم يدي لك الهيد لوس. دي بنقول عليها مش. هي مش الهيد لوس كانت الفرق بين ال y1 وال y2 من الكيرف اللي فوق على الشمال؟ لا لا، الهيد لوس اهي انت بتتكلم على دي، ده الهيد لوس. كان في بقى هيد لوس فوق اللي هو الكيرف اللي على الشمال ده، في الفرق بين على الشمال اهو ده. الهيد لوس اهو اللي هو المسافه دي، هي المسافه دي الهيد لوس الرأسيه دي. تمام. طب هي مش الرأسيه دي تبقى الفرق بين واي 2 واي 1؟ لا، تعالى نرجع للهيدروليك جامب تاني اهو. اهو ده الهيدروليك جامب في الفورمه بتاعه الكاركترستكس كلها، كل حاجه موجوده قدام عينيا. الديفرنس اللي انت بتتكلم عليه ده اسمه الارتفاع بتاع الجامب، ده اللي هو ايه؟ الهيدروليك جامب ده الارتفاع، ده الهاي. تمام، ده الهاي بتاع الجامب. لكن اللي انا بتكلم عليه هنا اللي هو اسمه ايه؟ هيد لوس. الهيد لوس It's a big difference between the height of the jump and the head loss through the jump. فهو هنا اللي انا بعمله هنا ان انا اصبح عندي values موجودة للهيدروليك جامب. You can estimate the energy at the beginning and estimate the energy at the end and you can take the difference. طبعا حاجه بسيطه جدا نقدر نعملها، ده جنرال سيكشن. خلاص، لو انا عايز اعمل سمبليفيكيشن للايكويشن دي بقى، معلش تاني، احنا دايما بيبقى عندنا جنرال فورم وعندنا سمبليفايد فورم في حاله الريكتانجل سيكشن. طيب دي الجنرال فورم بتاعت الهيد لوس بلس اي 1 ماينس اي 2. لو انا عايز اعمل لها سمبليفيكيشن لحاله الريكتانجل بس، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشيل ال v واحطها q على الاري، يبقى v1 سكوير q سكوير على y سكوير. طبعا هنا q دي اللي هي سمول. هتبص تلاقي انها بالشكل ده بدات تتكلم على ريكتانجل سيكشن. مجرد ان انت حطيت سمول q يعني انت بتتكلم على ريكتانجل سيكشن. فالريكتانجل سيكشن فيها ال V بتساوي ال Q على ال Y، يبقى V1 Q على Y1 وال V2 Q على Y2. وتقدر تعمل سمبليفيكيشن أكتر، تقدر تعمل سمبليفيكيشن أكتر، وكمان تقدر تاخد دي. قبل كده احنا عملنا لها الديريفيشن. فلو انت كمان عايز تاخد هذه الإيكويشن into your consideration، تقدر ان انت توصل الى more simplified form. المore simplified form دي بس في حالة الريكتانجل سيكشن. نلخص الكلام ده تاني، يبقى انا دلوقتي لما اجي اعمل اهو دي كده في حالة الجنرال فورم، اللي فوق ده الهيد لوس، وده في حالة الريكتانجل. طب لو انا عايز الريكتانجل ده اعمله سمبليفيكيشن اكتر، هشيل دي، هشيل دي كده واروح تاني هنا،
هاخد دي على طول. يبقى هنا دي كده ايه رايكم كده؟ يبقى انا هنا بحسب الهيد لوس لاي كروس سكشن في الحاله دي. لو كان السكشن ده ريكتانجل سكشن يو كان تقدر تستخدم هذه الايكويشن. لو انت مش عايز تستخدم هذه الايكويشن ما هي دي تنفع برضو. واضح الكلام ده يا شباب؟ تمام واضح. يبقى يعني دايما انت عندك في جنرال ايكويشن وجنرال فورم، وفي عندك حاجه اسهل شويه في حاله الريكتانجل سيكشن، بس انت مش مضطر ان انت تحفظها، لكن هي اسهل. شوف هنا الهيدروليك الهيد لوس على طول سهله في الكالكوليشن على طول، لان واي واحد موجوده واي اتنين موجوده، واي اتنين ماينس واي وان كله كيوب على 4 تايمز واي 1 واي 2. فاذا انت استخدمت دي صح، اذا انت رجعت للايكويشن الاصليه صح، والمفروض ان الاثنين هيدونا نفس الريزلت، نفس الايه؟ نفس الريزلت. فاذا الايكويشن دي بتدينا الهيد لوس في السمبليفايد فورم بتاع الريكتانجل سيكشن. ارجو ان انت لما تستخدم اي ايكويشن بتاعت ريكتانجل تبقى فاهم ان دي ما تنفعش بس غير الريكتانجل. يعني لو جيت طبقت الايكويشن دي في حاله ترابيزويد سكشن هتدي لك ايرور، هتدي لك ميستيك. طيب ازاي احسب الباور لوست؟ الباور لوست خلال الجامب جاما في كيو في الهيد لوس، جاما في كيو في الهيد لوس، ولو قسمت على 75 بيدي لك بالهورس باور. دي بتقول لي قد ايه انا فقدت طاقه، لانه في الهيدروليك جامب بيحصل فقد في الطاقه لا يمكن اهماله. مقدار هذا الفقد في الطاقه كان بي جيفن باي ذيس ايكويشن. الفقد في الطاقه جاما في كيو في اتش ال 75 دي عشان اليونتس بتدينا هورس باور. طيب وات از ذا هايت اوف ذا جامب؟ The height of the jump equal y2 minus y1. ارتفاع الجامب، ارتفاع الجامب. طيب what is the efficiency of the hydraulic jump؟ الـ efficiency هي عبارة عن حاجة خارجة على حاجة داخلة. e2 هي الـ end اللي خارج، e1 هو الـ energy اللي داخل. يبقى لو أنا قسمت e2 على e1 this give الافيشنسي اوف ذا هيدروليك جامب. طيب اخر حاجه اللي هو اللينث بتاع الهيدروليك جامب. اللينث بتاع الهيدروليك جامب يعني في كلام كتير وفي معادلات كثيره. احنا هنا بنتكلم على ايكويشن تقريبا بنقول ان طول القفزه الهيدروليكيه هو تقريبا 5 أضعاف ارتفاع القفزه. طول القفزة الهيدروليكية يساوي تقريبا 5 أضعاف ارتفاع القفزة. كده يبقى احنا توقفنا عند كل يعني النهاردة نقدر نلخص اللي احنا عملناه، ان احنا تعرفنا على الفينومينا بتاعة الهيدروليك جامب، و حطينا ديفينيشن واضح لهذه الظاهره، وعرفنا انه الكاركترستكس بتاعه القفزه الهيدروليكيه دي نقدر نتعامل معاها من خلال مجموعه من المعادلات. في معادلات كان بي يوزد فور اني كروس سكشن او جنرال كروس سكشن، وفي معادلات سبيسيفيك فور ريكتانجل سكشن. يبقى كده اقدر اقول ان احنا نقدر نحل اي مساله على الهيدروليك جامب. وبكره ان شاء الله في محاضره الساعه 8:30 صباحا هنبدا نشوف سولف بروبلم
والنوتس اللي انا بعتها لكم النوتس دي موجوده دلوقتي اللي هو شابتر 7 وشابتر 8 موجوده عندكم فيها سولفد بروبلم ونقدر ان احنا نشتغل على اي مساله من المسائل دي والاسبوع اللي جاي طبعا هيبقى في مسائل الشيت اللي هي بتاعتكم. عايز افكركم برضو انه انا المحاضرات بتاعتي بتاعت الترم كله موجوده عندكم للي بيحب يستخدمها، يعني كل الدكاتره اللي دخلوا لكم كل واحد اتكلم عن موضوع. انا عندي الليكتشر نوت بتاعتي فيها كل المحاضرات بتاعت الترم كله، اللي بيحب ان هو يستخدم هذه المحاضرات فيها كل المعلومات اللي انتوا خدتوها حتى هذه اللحظه وفيها مسائل solved problems في نهايه كل شابتر. انا كده خلصت، ولو في حد منكم عنده اي استفسار اقدر اجاوب على اي استفسارات. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور لو سمحت، دكتور كان في طلبه دكتور ان احنا عاوزين يعني مثلا شيت او مسائل مثلا تنزل على نظام الامتحان على نظام الام سي كيو بحيث ان احنا نتدرب، مش مثلا بنبقى ناخد مثلا المسائل كلها او الشيت كلها نازله ريتن والامتحانات بنخش مثلا نصطدم مع بعض الاختيارات مثلا او كتير من الاختيارات ان احنا مش عارفين ايه المطلوب او مش متدربين على شكل الامتحان بمعنى صح. بص، هو احنا في الموضوع دوت ما نقدرش ان احنا نقول انه الام سي كيو هتبقى هي الامتحانات اللي احنا هنمشي عليها مدى الحياه. يعني احنا الاصل بتاعنا الاساس بتاعنا هو الاسئله الامتحانات العاديه. الاصل بتاعنا هو الامتحانات العاديه. انت لما تتدرب على الامتحانات العاديه وتتدرب على الشيت هو ده التدريب الصح. انا جوه بقى كل مساله احولها الى ام سي كيو دي بس عشان طريقه الامتحان، لكن ما هوش هو ده اللي انت لازم تتدرب عليه. اللي انت تتدرب عليه ان انت تحل مساله بالكامل، وكل مطلوب في المساله دي ممكن يتحول الى ام سي كيو. ايه المشكله؟ المشكله دكتور ان احنا ماشي احنا بنعمل كده مع الشتات وبنحل الشتات مثلا وبنحل مثلا المسائل بتاعه المحاضرات، بس الاصطدام مع الامتحان او مع صوره شكل الامتحان ده ما بيبقاش فيه تدريب عليه قبل كده، وده يعني ده واقع احنا لازم يعني نتعامل معاه، مش مثلا نقول ان احنا الامتحانات مش بعد كده كلها بقت ام سي كيو خلاص وكله اتطور ان هو بقى خلاص كله ام سي كيو، واحنا نقول لا احنا القاعده الاساسيه ان احنا نتعامل على الريتن. طب ما دلوقتي بنخش الامتحان ممكن في ناس كتير قوي ما تبقاش متدربه على شكل الامتحان، ممكن ما تلحقش او ما تعرفش تتعامل مع النقط بالعكس او بالمساله بالعكس مثلا او كده. ده يعني انا بقول لحضرتك اقتراح ان احنا نتدرب بس على شكل الامتحان. طيب حاضر، احنا برضو يعني ما بنقدرش ان احنا يعني نقول ان الكلام اللي انت بتطلبه ده، يعني الكلام اللي انت بتطلبه ده مشروع جدا وكلام ما حدش يقدر ينكره، بس انا يعني عايز اقول لك على حاجه. الشتات بتاعتنا ما ينفعش ان احنا نحولها ام سي كيو مثلا. انا ممكن اقول لك مثلا في النهايه نتدرب مع بعض على مجموعه من الاسئله اللي هي بتاعه الام سي كيو، اوكي، لكن طول الوقت انت لازم تحل بايديك. اوكي، يعني هنتفق على ان احنا الشيتات بتاعتنا دايما هي الكلاسيك فورم، انما برضو في نهايه الترم ممكن نتدرب على مجموعه من الاسئله بتاعه الام سي كيو، لكن مش هنحول الشتات الى ام سي كيو. تمام يعني اتفق معاك وبنختلف مع بعض في حته صغيره على انه لازم التدريب بتاعك يكون بالاساس هو على الكلاسيك فور. تمام، في اي اسئله تانية يا شباب؟ طبعا الام سي كيو بتاعت الترم اللي فات النتيجه بتاعتكم كانت اعلى نتيجه في الكليه كلها. يعني انا تقريبا يعني نجحت كل الطلبه في في
في سنه ثانيه. يعني كلكم نجحتوا في تقريبا، يعني ما كانش اللي سقط في الماده ديت يعني كان هو عاوز يسقط، كان هو عنده نيه مبيته، لكن الباقي نجحتوا وكان الامتحان كله يعني كلها، رغم ان الامتحان ما كانش سهل برضو، كان فيه حاجات تبدو انها صعبه لكن هي سهله. فيعني انا ذاكرتي الترم اللي فات انه كانت نسبه النجاح عاليه جدا جدا في هيدروليكس 1، اعلى نسبه نجاح حصلت في تاريخ الهيدروليكس 1. تمام، اي سؤال؟ شكرا جزيلا يا شباب، لو في حد لسه عنده سؤال اتفضل. حد بيتعارك يا جماعه جنبكم؟ نعم. الاونلاين ده جميل قوي، حاجه يعني مسليه. دكتور ايوه، احنا لما استخدمنا معدل الانرجي فوق لما كنا بنحسب اللوزز. نعم، لما كنا بنستخدم معدل الانرجي فوق لما بنحسب اللوزز، نحسب اللوزز. يعني مش في تيرم بتاع البي على الجاما ما زودناهوش في المعادله ليه؟ معادله اللوزز دي اللي هي هي دي المعادله اللي انت بتتكلم عليها. ده سؤال جميل قوي، انت يعني ايه بتسال سؤال حلو بس بتزعلني منك برضه. احنا قلنا في حاله الاوبن تشانل ما بقاش في بي على جاما، بقى في واي على طول، بي على جاما، ما هي بي اللي هي جاما في واي على جاما، فبقت الواي هي الايه؟ صح ولا لا؟ نفكر الواي بتحل محل الزد زي ما كنا بناخدها في لا 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 لا، الواي بتحل محل البي على جاما، والزد تقريبا بقى ليس لها وجود، لان احنا تقريبا طول الوقت بنتكلم على هوريزونتال بيد. صح كده؟ تمام. اي سؤال تاني؟ شكرا، بشكركم على يعني ان انتوا كنتوا عندكم صبر النهارده معايا، واتكلمنا في شابتر مهم من الشابترز اللي هي يعني مهمه جدا. شكرا جزيلا، ونشوفكم بكره الصبح ان شاء الله. ارجو ما يكونش فيه يعني تاخير عشان ما يقعدش كل شوية نعمل انترابشن ونعمل ادميت. شكرا جزيلا. ولازم المحاضرة الصبح. ان شاء الله. ما ينفعش تاخر شوية يا دكتور؟ عايزين تتفقوا على ميعاد تاني؟ الصبح مش كلنا هنظبط الصبح، لو دلوقتي هيكون مناسب. طيب انا بكرة هنديها الصبح، لان انا خلاص يعني اتفقت مع المندوب بتاعكم، لو عايزين تغيروها نتفق على ميعاد تاني، ولازم الميعاد ده يكون مناسب ليا ولكم، لكن بتاعه بكره هناخدها الصبح ان شاء الله. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. يعني انتوا لو عايزين تغيروا الميعاد ده المندوب موجود معاكم؟ مع المندوب انا اتواصل معاه. ميعادك كويس يا دكتور، حاليا ميعادك كويس. ايوه محمد هيتواصل معانا، هو كده كده هيتسجل ان شاء الله. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه.